المصري. ابدا الاول بالبورصه، بما اننا بدانا بيه، البورصات والتراجع والخسائر اللي سجلها النهارده. برضو عندنا البورصه 114 مليار جنيه خسائر، يعني برضو الحقيقه ان المبلغ كبير. المبلغ كبير وغير معبر عن الواقع الحقيقي. ومن مفارقات البورصه المصريه انها بتتاثر بالاحداث العالميه بصوره كبيره، ولما بعد كده حضرتك هتلاقي الاحداث، البورصات العالميه بتسترد عافيتها تفضل البورصه المصريه بسرعه، والبورصه المصريه تفضل عند مشكله عند ضريبه بالضبط. الارباح الراسماليه، شيلوا لنا الضريبه او حطوا لنا الضريبه. صح، فدي القضيه عندنا. طبعا البورصه المصريه ملف كبير جدا، ولكن هو ده الواقع. حصل عندنا تراجع، التراجع ده انا شايف، يعني خلينا نتكلم شويه علم نفس. احنا بطبيعتنا احنا عندنا ذعر، انا مش عارف عندنا ذعر ليه. احنا كمصريين دايما خوافين، خوافين على بلدنا، خوفين على اقتصادنا، احنا عندنا تحديات. طب ما هو راس المال جبان يا دكتور وليد، يعني ده عموما المستثمرين كلها والناس كلها بيبقوا خايفين. طب حضرتك لما انا في فترات كتيره بلاقي تقارير دوليه كتير جدا ومستثمرين واثقين في الاقتصاد المصري اكتر من المستثمر المصري، هي راس المال جبان، بس لازم يكون بناء على مقومات، لان احنا عندنا تحديات، بس احنا اقوياء. احنا متاثرين وهنتاثر باللي بيحصل في العالم، بس احنا واقفين على ارض ثابته. ما انا لازم احنا، انا لا انظر الى الكمال، لكن لازم انظر انا فين. عندي اقتصاد قوي، ايوه عندي اقتصاد قوي، البعض هيتخوف، ده بيقول عنده اقتصاد قوي، ايوه احنا اقتصاد قوي يواجه تحديات، وتحديات غير مسبوقه. يعني انا عايز اقول لحضرتك، احنا من ساعه ما ابتدينا برنامج الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 مرينا بكل حاجه. والله ومع ذلك كثير. ومع ذلك احنا ماشيين في الشارع شايفين انجازات. الارهاب، كورونا، تراجع في ايرادات قناه السويس بسبب صغونة البحر الاحمر، مشاكل سلاسل الامداد، العقوبات، العالم يعني مش عارف مستكترين على مصر التنميه اللي بتحصل فيها. طب احنا واقفين على رجلينا، احنا واقفين على رجلينا، عندنا تحديات، وتحديات صعبه ومهم ان احنا نتعامل معاها. القضيه يا استاذه فاتن في نقطه، هل احنا عندنا اوراق نتعامل مع تحدياتنا ولا لا؟ انت تعرفي ان قبل توقيع اتفاقيه راس الحكمه كان وصل حجم التشاؤم عند الناس، انه متصورين ان مصر دي خلاص مش هتقوم لها قومه. صح، مجرد كارت واحد رفع الحاله النفسيه، وشفنا البورصات عليت ويعني بقت في الدنيا رواق كلها في اتغيرت. ده حقيقي. انا لما حد بيسالني يا جماعه، اوراق الاوراق الاقتصاديه اللي بتمتلكها مصر كتيرة جدا اللي تقدر تشتغل بيها، يعني لازم يكون لازم نبقى عارفين احنا فين. احنا عندنا تحديات معظمها مستورد من الخارج في ظروف يعني هي الاصعب على الاطلاق، وسيناريوهات احنا من اول يعني دولة بتبني نفسها ومع ذلك يعني حتى ولكنها قادرة وإجادتها وفي حالة يعني في استخدامها لأدواتها والكروت اللي بتمتلكها بصوره جيده، ده بيحقق لها نجاحات. يعني انا عايز اشوف، يعني انا عايز المصريين وعايزنا نشوف ابتسامه الرئيس، لانه عارف، هو عارف مصر كويس. الرئيس لما حدد تارجت في الصناعه وقال 100 مليار صادرات، ده مش حلم، ده تحول من انه كونه يبقى حلم الى كونه يبقى هدف. صحيح، وانا بقول لحضرتك احنا قادرين ماشيين بخطوات. طيب